إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعمل ملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصبر والصلاة
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الفاتحة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الفلاح، حي على
بسم الله. مفتوح ولا زي المره اللي فاتت؟ لا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديك. شكرا. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، شاءت حكمة المولى تبارك وتعالى أن يكون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب القبلتين، لا لشيء إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من قال للحبيب المصطفى فيما أمر وفيما نهى سمعنا وأطعنا فهو المؤمن، وإلا فعليه أن يراجع نفسه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. في ظل الأزمات يظهر الرجال، فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد خشي المهاجرون على أنفسهم ألا ينالوا أجرا. أتوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: رسول الله، ما رأينا قوما أكرم من قوم أبر في المنشط والمكره من قوم نزلنا بين أظهرهم.
لقد واسونا وأشركونا في المهنأ والمغرم، كل شيء أشركونا في كل شيء، وقدمونا على أنفسهم خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، خشينا ألا يكون لنا ثواب عند الله. فقال حبيبنا: لا، ما دعوتم لهم الله تعالى، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. مع هذا الغلاء الذي لا شأن له إلا بالطمع والبخل، أيرضى الناس؟ هذه ليلة مباركة، يوم مبارك، لليلة مباركة رفعت فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وغفر الله فيها لعباده أجمعين إلا لمشرك أو مشاح محاصم ظالم. هل هناك أظلم من تاجر يرفع على إخوانه الفقراء والمحتاجين؟ يقول: أنا ما أفعل شيئا، أنا أريد أن أربح. اربح، لا مانع لك في أن تربح أبدا، لكن بالعدل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إن الله لا ينكر عليك أن تستوفي حقك، خذ حقك، لكن أحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا أخذت حقك كاملا غير منقوص، وإذا دفعت دفعته مطففا فيه، أي منقوصا. كيف؟ والتطفيف هو الزيادة. نعم، الزيادة في السلعة أو الزيادة في الربح. هو إن اشترى السلعة أخذ حقه كاملا طافيا فوق المكين، يكين ويرفع بإيده ويسند، يبقى طف الموزون على الجانبين، أخذ حقه كامل. طب وعندما باع أخذ الثمن كاملا لأنه أنقص. كيف أنقص؟ أعطاك سلعة مغشوشة، وضع المعطوبة مع الصحيح، هذا تطفيف في الميزان. رفع السعر، هذا تطفيف في الميزان، لأنك ظلمت. إذن ويل للمطففين. من هم يا ربنا؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا باعوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. من هنا قال حبيبنا: التجار هم الفجار. فقالوا: يا رسول الله، أوليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون ويكذبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. البر لا يبلأ، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، سأل أحدهم أحد الصالحين قائلا: يا سيدي، أريد أن أعلم أمن أهل الجنة أنا؟ أريد أن أعلم أمن أهل الآخرة أنا أم من أهل الدنيا؟ قال: إن الله أكرم من أن يجعل حكم العباد على العباد للعباد.
من يحكم علي إذن؟ من يعلمني؟ أنت. عفوا، أنت تعلم من نفسك إن كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: كيف؟ قال: انظر، إذا أعطاك أحدهم شيئا أو طلب أحدهم منك شيئا، من تحب ومن تقدم؟ بمن تفرح وبمن تولي ظهرك؟ إن كنت تفرح لمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح لمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة، لأن شأن الصالحين أن يقولوا لمن يأخذ: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. شعارهم: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق غير معلوم، متى وجد متى طلب أعطي، إذا سألك بالله فأعطه والوزر عليه إن كان مستكثرا. من سألكم بالله فأعطوه، إن كان محتاجا فبها، وإلا فالإثم عليه، والآخرة مجمع للكل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم في كتابه وفي سنة حبيبه ومصطفاه، وأن يجعلنا ممن يزنون لعباد الله بالقسطاس المستقيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك حي سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا إلى أهله ووطنه سالما رددته. اللهم إن لك علينا حقوقا قصرنا فيها، فتصدق بها علينا، وللناس علينا تبعات فتحملها بفضلك ورحمتك عنا. اللهم إن لكل ضيف قرن، ونحن ضيوفك في بيت من بيوتك، فاجعل قران الجنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. إليه من ربه والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله قريبا وصابرا كل من وفق على أمرنا يا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. 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 الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 التحيات لله والسلامات لله والصلوات والطيبات أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له العبيده ورسوله اللهم سيدنا محمد وعلى آله سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.